السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع بشار لنعرفكم على هذا المستشفى التابع للقطاع الخاص في مدينة بشار، واللي يعد واحد من أكبر المستشفيات نتاع الخواص في الجنوب الجزائري، وفيه تقريب كل التخصصات، وتم تجهيزه مؤخرا بأحدث المعدات الطبية. إذا خليكم تابعوا إذا هذا الفيديو التعريفي اللي عرفنا بهذا المستشفى الجديد في مدينة بشار. نترككم تتابعون إذن، والسلام عليكم.